أبوابكم لنا فتح الله عليكم أبواب الكريم. تحياتي الفرصة بأن نكون أرامدنا وأيتامنا لي. مشروع رايح يسمح للأطفال اليتامى خاصة أنهم هم شباب أعمارهم تتراوح بين 16 و 23 سنة أنهم يتعلموا مهن. إذا تكون عنده مهنة، تكون عنده شهادة معترف بها، وكذلك ممكن يدخل حياته المهنية سواء يشتغل في مؤسسة أو أنه ممكن يعني يخلق مؤسسة تاعو ستارت اب ولا ميكرو انتربريز. هذا هو يعني الفائدة شي جميل من هذه المشروع، انهم تكون عندهم حرية في التصرف في مشاريعهم وممكن ينجحوا لأنهم هم أطفال يتامى، ولكن ما لازمش نقصيوهم من المجتمع. هذه هي يعني تدخل ضمن وكد ضمن نشاطات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. قمنا بتكوينهم تكوين يعني بدبلومات أغريي بار ليتا، وكذلك من الغرفة الوطنية للحرف التي ستمكنهم من إنجاز مشاريعهم ومؤسستهم الناشئة. كما قمنا مع الجمعيات بنسج شبكة معلوماتية، حيث سنقوم بإنشاء مؤسسات ناشئة التي سوف تترابط فيما بينها. هاد الأيتام هادو اللي درنا لهم لي فورماسيون راح يكون درنا شبكة اجتماعية معهم، عادوا يتعرفوا بيناتهم. دونك هما يفون كونستروير دي سوسيتي بروشينمون ان شاء الله. راح يكون عندهم الدعم بإذن الله حتى مع الغرفة الوطنية للحرف، راح نقوموا كذلك بالبولو سويفي، راح نتابعوهم المتابعة بإذن الله مع لانام ولانجامي لانساج ان شاء الله.